أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بارتو في المحاضرة الخامسة من السنترال نيرفس سيستم موتور. كان في الجزء الأول اللي عملناه دلوقتي حالا كان خاص بالبيزال جانجليا، هذا الجزء خاص بالسيربيلوم. ومرة أخرى أعاود للي هيدخل على هذه المحاضرة أول جزء، إن البيزال جانجليا والسيربيلوم are programmers، بيحطوا خطة الحركات. وبقولها عربي على إنجليزي، إن البيزال جانجليا الحركات الباطئة بيزال جانجليا، بينما السيربيلوم السريعة، الحركات السريعة، وهم programmers. وقلت انه الامراض بتاعت البيزال جانجليا او السيربيلوم حذار انك انت تقول فيها اي سنسوري ديستربنس، فيش اي اضطراب في الاحساسات في حاله السيربيلوم والبيزال جانجليا. اتمنى ان السيربيلوم ياخد وقت اقل شويه من البيزال جانجليا، كانت اكثر تعقيدا. فنتوقع الله نبتدئ السيربيلوم، ومعناها باللاتين الليتل برين، أو في عربياتنا المخيخ، يعني المخ الصغير. الحقيقة السيربيلوم بنقسمه حسب الكونكشن يا أولاد وحسب التطور. أول سيربيلوم اللي هو الأركي سيربيلوم، وهذا الأركي معناها عتيق، لأنه ده موجود في الأسماك وفي الطيور، ما عندهمش غير الأركي سيربيلوم، لانه متصل بالفيستيبيول اهو، اللي هي الجزء بتاع الاكوليبريم في الود النون اوديتوري لابيرنث، فسموه فيستيبيلو سيربيلوم او اركي سيربيلوم. وبيشمل انهي جزء يا اولاد؟ الهشاور عليه دلوقتي، فوليكولار نودر لوب اللي هو عامل زي البابيونه دي، نديول اهو بشاور عليها، وتو فوليكولاي. وظيفته واضح من اسمه انه متصل بالنون اوديتوري لابيرنث بتاعت الايكوليبريم، يبقى وظيفته الايكوليبريم. واظن كلنا يعلم ان احلى ما في السمكه يا اولاد هو الايكوليبريم، يعني السمكه طول ما هي صاحيه بتبقى عايمه على سيفها كده، بنعرف ازاي انها ماتت في الميه، بتلاقيها بهذا الوضع، يبقى شوف ماشيه على سيفها كده بسبب الاركي سيربيلا مسؤول عن الايكوليبريم، ومتصل بالنون اوديتوري لابيرنث للفيستيبيول، فسموه فيستيبيلو سيربيلوم، وظيفته الإيكوليبريم. وبيشمل أني حتة في السيربيلوم اللي هو المنقط ده، الفوليكول أندر لوب. بعد كده يا أولاد اتكون الباليو سيربيلوم، وباليو في اللغة معناها قديم، قلنا أركي يعني عتيق، باليو قديم، العتيق طبعا أقدم من القديم. ولأنه متصل بالسباينال كورد بالأنتيرو هورن سيلز، فسموه سباينو سيربيلوم. الحقيقة هو متصل كمان بالسيربرال كورتكس. طب بيشمل أني حتة؟ الحتة المخططة في النص ده، الميدل لاين، ويسموها فيرمس، ومعناها الدودة. ده الجزء اللي هو ده، وظيفته إيه بقى؟ الكوردينيشن، يعني توافق، وبقولها بجملة أصيدها جدا، الحركات الحادثة، يعني هو ينظم الحركة التي تحدث الآن، الحركات الحادثة. زائد نخدناها قبل كده مع الستيتش فليكس ان كان انهيبيتوري تو ماسل تون. ارقى نوع في السيربيلوم اللي اتكون في الاخر خالص اسمه نيو سيربيلوم، يعني اركي عتيق، باليو قديم، نيو جديد. ده متصل بالمخ بالسيربرال كورتكس، عشان كده سموه سيريبرو سيربيلوم. وبيشمل مين بقى؟ الحتتين التو لاترال زونز البيض دول يا اولاد، التو لاترال زونز دول. ده وظيفته بلانينج اند بروجرامينج. بقولها بجمل سهله وحفظتها لاجيال، ان ده كونسيرند، يعني مهتم بالحركه القادمه، مش الحادثه، الحركه المستقبليه، بيبلان لحركه هتحصل هنشوف بعد شويه. يعني السباينال سيربيلوم معني بالحركة الحادثة، إنما الأرقى بقى اللي هو النيو سيربيلوم، السيربرو سيربيلوم اللي هو التو لاترال زونز، ده
بيوضب للحركة القادمة planning and programming وهو facilitatory to muscle tone. حتى دي أولاد لا تصلح غير multiple choice. طيب نيجي cerebellar connections. هنا الافرنس من السيربيلوم بتعمل اللي جايه للسيربيلوم الافرنس يعني الوارد للسيربيلوم بتعمل حاجه اسمها كلايمبينج يعني متسلق او موسي يعني شكلها زي الطحالب فايبرز بتنتهي في السيربرال كورتكس قشره المخيخ زي ما المخ عنده قشره المخ الكبير المخيخ عنده قشره سيربيلر كورتكس سيربيلر كورتكس دي معمولة من 3 layers بس يا أولاد يعني احنا عارفين السيربا كورتكس معمولة من 6 layers الكبير 6 layers سيربا كورتكس إنما السيريبيلر كورتكس only 3 layers فالأفرنت اللي هما climbing والموسي fibers اللي هو الفايبرز المتسلقة والطحلوبية دي بتنتهي في الميدل layer عند خلايا اسمها بيركنجي سيلز طيب ده الأفرنت البركنجي سيلز بقى هيطلع منها اكسونز تبعت امبلس للسيربيلر نيوكلياي عندي 3 نيوكلياي ليه 3 نيوكلياي يا اولاد لان عندي 3 سيربيلر العتيق والقديم والجديد ففي عندي دينتيت نيوكليس دينتيت يعني شكلها زي السنه انتربوزيتس يعني متوسطه البوزيشن في النص اللي هي بتاعه السباينو ما السباينو ده في العمر ما بين الاركي والنيو وبعدين فاستيجيا نيوكلياس لان شكلها زي شجره الاحتفال فاستيبال يعني احتفال ففاستيجيا نيوكلياس يعني شكلها عامله زي شجره الارض بتاعت لبنان كده عارفها الشجره المثلثه اللي هي زي شجر الاحتفالات فيبقى البركنجي فايبرز او البركنجي سيلز تلقت الافرنس من الكلايمبينج والموسي سيلز وهي موجوده في الميدل لاير بتاعت السيربيلر كورتكس وبعتت الاكسون بتاعتها لثلاثة نيوكلياي متوافقه مع الثلاثه سيربيلوم الاركي والبيليو والنيو اللي هم الدنتيت والانتربوزيتس والفاستيجيا التوبوغرافيك ريبريزنتيشن يعني تمثيل المخ في السيربيلوم طبعا مش بجوده السيربيلوم اللي هو المخ انما نقولها الانتيرو لوب اهو الجسم inverted مقلوب حاجة عاملة زي عروسة بتاعت الولاد كده في القرى بيعملوا لهم عروسة بالقطن يعني فانا ما حسنتش الرسم هو بالزبط كده ادي الراسة اهي وادي الايدين وادي الرجلين يبقى في الانتيرو لوب بيبقى inverted طب في البوستيرو لوب اهو بيبقى erected ادي الراس وادي الايد وادي الرجل نص اليمين ونص الشمال طيب في اللاترال زون مفيش representation خالص يبقى الانتيرو انفيرتد ده اريكت في البوستيرو لوب في اللاترال زون نو طيب كل ده يا اولاد قراءه وانت تسمعها بس كده عشان الام اس كيو تسلي روحك يعني نيجي بقى الافرنت والايف برضو في احتمال ان يجي سؤال الكونكشن اوف بيزل جانجليا بس اولموست ما فيش احتمال يجي كونكشن اوف سيربيلوم عمري ما شفت حد جابها سؤال يمكن في الاناتومي بس بتوع الفسيولوجي ما بيجيبوهاش We have الأول 3 afferents يا أولاد ليه؟ afferents يعني وارد لأن احنا عندنا 3 cerebellar peduncles superior cerebellar peduncle middle cerebellar peduncle و inferior cerebellar peduncle طيب ال superior cerebellar peduncle بيدخل عن طريقه ال ventral spinal cerebellar tract التراكت اللي جاي من ال spinal cord للcerebellum وبيحتل ال ventral column فيسموه ventral جاي منين؟ من spinal cord للسيربيلر spinal cerebellar tract ده بيجي في السوبيرو طيب نيجي اللي في الانفيرو مين اللي بيدخل فيه بقى؟ الدورسال spinal cerebellar tract والفيستيبلو cerebellar tract والأوليفو cerebellar tract يعني ثلاثة tracts بيدخلوا في الانفيرو cerebellar peduncle اللي فوق كان الventral spinal بس الventral spinal انما ده الدورسال spinal مع الفيستيبلو مع الاوليفو سيربيلر تراكس كلهم بيدخلوا من الانفيرو الميدل ده مهم ليه بقى يا اولاد لان ده مش جايب من تحت من السبينال كور ده جايب من الكورتكس فاسمه كورتيكو بيمر بالبونس بونتو وبعدين رايح للسيربيلم سيربيلر تراكت كورتيكو بونتو سيربيلر تراكس دول الثلاثه افرنس اللي داخلين السيربيلم
نيجي للإيفرنتس اللي طالعين من السيربيلوم الصادر بقى. هنا طالعين عن طريق السوبيرور والإنفيرو بس، ما بنستخدمش الميديل هنا. فالدنتات نيوكلياس اللي هي أحد الثري نيوكلياي في السيربيلوم هنطلع عن طريق السوبيرو سيربيلر بيدانكل اهي الدنتات، وتروح حتتين، تروح للروبرو سباينال خلاص، الروبرو اللي هي ريد نيوكلياس ومنها السبانال كورد، او تروح للثالاموس ومنها للكورتكس. ما احنا عارفين مش ممكن السيربيلوم يبعت للبيه الكورتكس، للبيه الكورتكس غير ما يعدي على الثالاموس. ولسه قايلينها في محاضره البيزا جانجليا، مين الموتور ثالاميك نيوكلياي؟ فنترولاترال اند فنترو انتيرو، فنترولاترال اند فنترو انتيرو ثالاميك نيوكلياي، ومنها للكورتكس خلاص. طيب هنا بقى في نقطه بمليون جنيه، ان الكونكشنز دي بتبقى متصله بالناحيه الثانيه بالاوبوزيت سايد، والاوبوزيت سايد بيحرك المصل في الاوبوزيت سايد، فيبقى في دبل كروسنج. يعني السيربيلم متصل بالكورتكس اوف ذا اوبوزيت سايد، والكورتكس اوف ذا اوبوزيت سايد بيحرك المصل اوف ذا اوبوزيت سايد، فالدبل كروسنج خلى السيربيلم مسؤول عن الابسيلاترال ماسلز، المصل في نفس الناحيه. ودي من اهم الاسئله في الام اس كيو، يعني لو باظ السيربيلا بالشمال بتتاثر المصل الشمال، وتعالى اقولها لك ليه. السيربيلا بالشمال متصل بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك المصل الشمال، يبقى السيربيلا بالشمال متصل بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك المصل الشمال، يبقى لو باظ السيربيلا بالشمال المصل اللي هتتاثر هي المصل الشمال، يبقى الابسيلاترال سايد. ده من اهم النقاط، ان في المخ لما تبوظ الشمال يتشل اليمين، تبوظ اليمين يتشل الشمال، انما في السيربيلم لما تبوظ اليمين يتاثر المصل على الناحيه اليمين، لما تبوظ الشمال يتاثر المصل على الناحيه الشمال، بسبب الدبل كروسنج، ان الشمال راح لليمين واليمين اثر في الشمال، يبقى الشمال اثر في الشمال. اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير. الانفيرو سيربيلر بيدانكل بقى بتروح للريتيكا فورميشن اللي موجود في البونز والميدالا. انا مش عاوز اعيدها تاني لانها يعني مش هتفيدنا كثيرا في الفانكشن، هناخد منها اللي احنا عاوزينه. انما في عجاله ادينا قلنا الكونكشنز تبقى ما فيهاش كلام اكتر من اللي قلته، ان الافرنس بنستخدم الثلاثه بيدانكلز السوبيرور والميدل والانفيرور. السوبيرور بيدخل فيه ركز الفنترو سباينو سيربيلر، اما الانفيرو بيدخل فيه الدورسال سباينو والفيستيبلو والاوليفو كلهم سيربيلر تراكس. الميدل دي المهم بقى، الميدل هنا لانه ده جاي من الكورتكس اللي هو كورتيكو بونتو سيربيلر. خد بالك لما نيجي من الكورتكس سيربيلر ما نعديش على الثالاموس، البيه الكورتكس لما يبعت لاي حد ما يعديش على الثالاموس، انما عشان تروح للكورتكس لازم تعدي على الثالاموس. البيه الكورتكس هو اللي عنده سكرتاريا، السيجنال يبعتها البيزا جانجل على طول، يبعت على طول للكوديت والبيوتامين سيركتس على طول، يبعت لهم ده باشا، انما هم يردوا له تاني لازم يحطوا الرساله بتاعتهم في السكرتاريا اللي هي الثالاموس. ده اللي هنشوفه في الايفرنس. الدنتات بعتت للروبرال نيوكليس ومنها للسبان كور، لكن عاوزه تروح للكورتكس، يبقى لا نروح للثالاموس ومنها للكورتكس. كل ده ذا اوبوزيت سايد، والاوبوزيت سايد بيحرك الاوبوزيت سايد، فالدبل كروسنج خلى ان المصل اللي بتتاثر هي الابسيلاترال ماسلز. الانفيرو سيربيلر بيدانكل بيتصل بالريتيكا فورميشن في البونز والميدالا. ده الكونكشن قلتها بطريقه سهله، و اتس نو فاليو غير شويه اسئله اللي مشكوك في الحته الاوليه، ان الاركي العتيق مسؤول عن الاكوليبريم لانه متصل بالنون اوديتوري لابرنس الفيستيبيول، عشان كده سموه اركي او فيستيبيولو. الجديد متصل بالبيه الكورتكس، عشان كده سموه نيو او سيريبرو سيربيلم. وقلنا ان ده الحركه الاتيه اللي هي اللي هتحصل بعد كده القادمه، وبفاسيلتيت التون اللي في النص اللي هو السباينو او البيليو سيربيلم الحركه الحادثه. تعالى بقى ناخد اهم سؤال في السيربيلم، فيسيولوجي. فيسيولوجي معناها فانكشن، فانكشنز اوف سيربيلم. وإذا ما فهمتهاش مع العبد الله خدها بأي محمل، انسى القصة تحاولش تقراها، إن عاوزة فهم عميق
فركز معايا من فضلك. احنا عندنا سؤالين هنا، الفانكشن ومرض واحد في السيربيلوم، مش كذا مرض زي هناك، مش طويل، ففضلنا وان بيج تاني غير دي. في الفانكشنز اوف السيربيلوم، السيربيلوم سايلنت اريا، يعني ايه؟ يعني لو عملت ستيميليشن لاي حته في السيربيلوم لا هيحصل موتور اكشن ولا هيحصل سنسيشن. عشان تفهم اكتر، لو عملت ستيميليشن للسيريبرال كورتكس القشره المخيه الموتور اريا هيحصل موفمنتس، للسنسوري اريا هتحس احساس. ده مين؟ ده السيريبرم المخ. انما السيريبيلم لو عملت له ستيميليشن عمر ما هيحصل حركه وعمر ما هيحصل احساس، فعشان كده سموه سايلنت اريا. طب وظيفته ايه؟ قلت البي اذا الجانجيا بتتحكم في الحركات البطيئه، السي سي سيريبيلم في الحركات السي سي سي سريعه. يبقى في جمله، لو طالب قال لي قول لي وظيفه السيريبيلم في جمله واحده، كوردينيت رابيد رابيد سريع موتور اكتيفيتي، بس كلمه. ده البروجرامر بتاع الحركات السريعه. تعال نشوف بقى الوظائف بتاعته. فهنقسمها الوظائف بتاعته في الفولانتري موفمنتس واذر فانكشنز. نبتدي بالفولانتري موفمنتس. في الفولانتري موفمنتس عندي ثلاث وظائف. اول حاجه اسمها سيرفو كومباراتور فانكشن، خلاص، سيرفو كومباراتور فانكشن. طبعا كومباراتور من كلمه هتفهم بعد شويه يعني كومبير، يعني بيقارن حاجه بحاجه. وسيرفو انا اتصور الولاد اللي بيسوقوا عربيات عارفين ايه هي السيرفو دي. السيرفو ده جهاز في الفرامل بيخلي ان الضغطه بتاعتك على الفرامل مش هي اللي بتؤثر في قوه الفرامل. انت الضغطه دي عباره عن سيجنال اشاره، والسيرفو لو العربيه ماشيه بسرعه بيخلي الفرامل تكلبش جامد، ماشيه ببطء تمسك ببطء، يعني بيخدمك سيرفو. انت بس تدي سيجنال تقول عاوز افرمل، والسيرفو هو اللي يقوم ببقيه العمل. تعال بقى نشوف الحكايه دي وحاول تفهمها على عبد الله، لانها رائعه عندما تفهم، وكارثه لا يعلم مداها احد عندما لا تفهم. الاول نقرا، تلاحظ الكلام غريب شويه بس المثال سوف يصبح رائع. فنقرا مع بعض. بيقول لك ان في كلوزد سيركت فيدباك سيركت، في كلوز سيركت ما بين الموتور اريا في سيربرال كورتكس اللي هي بتتحكم في الحركه والانترميديت زون في سيربيلوم، يعني في دائره مغلقه بين المخيخ والمخ، بين الموتور ارياز بتاعه المخ والانترميديت زون بتاع السيربيلوم. طبعا الانترميديت زون اللي في النص ده بتاع الحركه الحادثه. طيب عن طريق ايه السيركل دي؟ هنبتدي من الكورتكس، ما هي مغلقه كلوز فيدباك كورتكس، وننتهي بالكورتكس. يبقى خمس كلمات زي في البيزا جانجلا، كورتيكو، وتنتهي بكلمه كورتيك. في النص هنعدي على مين بقى؟ على ثلاثه، البونز، فاستيجيال نيوكلس في السيربيلم، عشان احنا اتصال ما بين الكورتكس والسيربيلم، فدي مهمه قوي. عشان الكورتكس السيربيلم يبعت له تاني لازم يعدي على الثالامس. ما عمرك ما هتدخل سيجنال هتوصل الكورتكس الا بتعدي على الثالامس. الكورتكس يبعت الاشاره ده باشا، ما يعديش على الثالامس، على السكرتاريا، يبعت الرساله زي ما هو عاوز. الكورتكس يبعت للبونز، البونز للسيربيلم الفاستيجيال نيوكلياس. طب الفاستيجيال عاوزه تودي بقى رساله للكورتكس عبر الثالامس. طيب تعال نشوف السيربيلم. اي حركه بتعملها حضرتك، يعني اي حركه، سبوز ان حضرتك عاوز تحط صباعك على مناخيرك، سميها فينجر تونوس تيست، قررت تحط صباعك على مناخيرك، اي حركه بتعملها بيقف السيربيلم كمراقب للمباراه، بيكمبير، بيشوف الكورتكس المخ عاوز ايه؟ عاوز يحط صباع على المناخير. طب والمصل بتنفذ ايه؟ المفروض تنفذ بالظبط اللي عاوزه الكورتكس. يعني الكورتكس انا عاوز احط صباع على مناخيري، المفروض المصل تحط صباع على مناخيري. هذا لا يحدث. عمر ما في مره الكورتكس قال للمصل حطي صباع على المناخير وهي حركت الصباع ناحيه المناخير. تملي عاوزه اوفر شوت،
عوجة تتخطى القصة. يعني هو بيلاحظ صباع المناخير، لو ما فيش سيربيلم تيجي بعد المناخير. مين بيظبط الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس، النية بتاع الكورتكس مع البرفورمانس مع التنفيذ بتاع المصل؟ السيربيلم واقف بيشوف ده عاوز ايه والمصل بتنفذ ايه، وبيخلي المصل تعمل بالظبط اللي عاوزه الكورتكس. والسؤال اللي حيرني دائما ابدا، هو ليه هو ليه هو ليه المصل مش من الاول بتعمل بتحط صباع المناخير؟ يعني ليه لازم توفر شوت والسيربيلم يصلح؟ هجاوبها والاجابه هتبقى رائعه وسوف تثبت انه وراء الخلق خلق. تعال نتفرج. عايزين نعمل حركه، شوف بقى دور السيربيلم في اي حركه. السيربيلم له ثلاث وظائف. اول حاجه ان السيربيلم لازم يبقى انفورمد، اي حركه هتعملها لازم يخبر بشيئين، القشره المخيه السيربيلا كورتكس البيه كورتكس عاوز يعمل ايه، الانتنشن نفسه، الانتنشن النيه. طب بيعرفها ازاي؟ عن طريق كورتيكو بونتو فاستيجيال تراكت. هنا الكورتكس لما يبعت للفاستيجيا اللي هو في السيربيلا ما يمرش بالثلث، كورتيكو بونتو فاستيجيا يقول له انا عاوز احط صباع المناخير. طيب المصل لازم تبعت للسيربيلم تقول له هي بتعمل ايه، بتهبب ايه. فالمصل بتبعت للسيربيلم عن طريق سباينو، اهو احنا في السباينال كورد سيربيلر تراكت. يبقى دلوقتي السيربيلم عنده كم معلومه يا اولاد؟ عنده معلومتين، الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس، النيه بتاعه الكورتكس، والبرفورمانس اللي بتنفذه المصلز. فبعد ما كده يكمبير الاثنين ببعض، يكمبير الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس باللي بتعمله المصل. قلنا تملي هيلاقي المصل عاوزه اوفر شوت، عاوزه تروح اكتر من اخير، فيعمل ايه السيربيلم بقى؟ يبعت كوركتيف سيجنالز، دي الخطوه الثالثه للسيربيلا كورتكس، يقول له المصل بالصوره دي هتروح ابعد من اخير، انت لازم تصلح الحكايه دي. يبعت للكورتكس ازاي بقى؟ السيربيلم هيروح للبيه الكورتكس، قولها انت من غير ما اقولها، لازم يعدي على الصلابس، عن طريق فاستيجيال، اهو السيربيلم فاستيجيال، يبقى ده السيربيلم عاوز يروح للكورتكس، ثلامو كورتيكال تراكت. طيب تاني وظيفه مرتبطه بالاولانيه، عن طريق بريكنج افكت. بريكنج افكت يعني فرامل. الفرامل وظيفتها ايه بقى؟ السيربيلم هو الفرامل، يستوب الموفمنت، يوقف الحركه الصباع عند بالظبط المناخير، at the precise intended point. يعني النقطة الانتندد اللي هي مرادة بدقة. stop movements at precise intended point ازاي؟ بانه بيأسسز، معلش مش هتلاقي كم ساعة بس هشرحه لك حلو قوي، الريت واللينث اوف تايم، يكالكوليتر الريت واللينث اوف تايم، وينهبت الاجونست العضلات اللي هي المساعدة اللي هتهديها ابعد، ويكسايت الانتاجونست اللي هي الفرامل. طالب قال لي انا مش فاهم حاجه خالص. الحقيقه انا ولاد اول ما طلع الكلام ده حطيت ايدي كده على راسي وتساءلت سؤال، هو ليه المسلز من الاول ما بتعملش اللي عاوزاه القشره المخيه وتودي الصباع المناخير بالظبط؟ ليه تعمل حركه اكثر مما ينبغي ويتدخل السيربيلم، يبعت للكورتكس، يبعت كوركتيف سيجنالز يقول له شغل الانتاجونست العضلات المضاده لان كده الايد هتروح للابعد ووقف الاجونست، ويعملها ازاي بالظبط؟ قعدت افكر فيها يا ولاد الى ان عرفت الفكره، وانا عاوزكم تتشاركوا معايا فيها، فكره جميله خالص. دلوقتي عاوزك تتخيل معايا، انسى الشرح ده تماما، وعاوزك تتخيل معايا كده، اهو انا برسم رسمه دلوقتي، معلش اهي سياره اهي، وادي خط المشاه، معلش اي رسمه، دي سياره وعاوز
تقف بالظبط على خط المشاه لان الاشاره مقفوله والمشاه يعدوا هنا. فكر فيها، قعدت افكر فيها فتعجبت. عاوزك تتخيل لمره ان العربيه دي ما فيهاش فرامل، يعني حضرتك هتدوس على البيدال بتاع البنزين بس عشان تقف على الخط بالظبط. فكر فيها نظريا، هل يمكن لاي قائد سياره ان يروح دايس دوسه كده على البدال بتاع البنزين ورفع رجله فالعربيه تمشي كده وبالظبط تروح واقفه عند الخط؟ طبعا صعبه جدا جدا. انا متصوره مفيش فرامل في العربيه دي، الراجل ده هيدوس دوسه صغيره قوي عشان اهم حاجه ان هو ما يتخطاش الخط، فيدوس دوسه صغيره تروح العربيه ماشيه كده واقفه هنا، يروح كمان هو خايف يتخطى الخط، كمان دوسه صغيره، كمان دوسه صغيره، كمان دوسه صغيره عشان ما يتخطاش الخط، عشان يقف عند الخط. العمليه دي بقى تاخد لها نص ساعه. في حين عاوز خيال منكم اولاد معايا دلوقتي، محدش ابدا من قائد سرعة عمره بيعمل كده. كلنا بندوس على البنزين دوسه جامده بحيث لو ما استخدمناش الفرامل العربيه هت اوفر شوت البيدستريان لاين، خط المشاهده، يعني كل العربيات بتدخل بسرعه جامده على خط المشاه. وبعدين مخك انت بقى اللي هو السيربيلوم يمثل حاجه دي بيقول لك بالظبط دلوقتي تشيل رجلك من على البنزين اللي هو الاجونست وتحطها على الفرامل اللي هو الانتاجونست فتوقف العربيه بالظبط عند اللاين ده. يبقى عشان الحركات تكون سريعه لازم ندخل على الانتندد بوينت اللي هي خط المشاه بسرعه اكثر مما ينبغي. بسرعه لو ما استخدمناش الفرامل هنتخطى الخط. ومخنا بيحدد اللي هو يمثل دلوقتي السيربيلم في القصه اللي بقولها، فين البريسايز بوينت اللي اشيل رجلي فيها من على البنزين الاجونست واحطها على الفرامل الانتاجونست فوقف العربيه بالملي على الخط وانو تايم. دلوقتي انا بس فهمت يا اولاد وانتوا فهمتوا هو ليه الماسلز بتحرك الصباع حركه قويه جدا لو سبتها، عشان تبقى الحركه شوف سريعه جدا اهو، بجيب ايدي وبسرعه جدا بجيب على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري. ازاي؟ ان في كل مره الماسلز بتعمل اكثر من المطلوب، وفي لحظه معينه يحددها السيربيلوم يبعت للكورتكس يقول له وقف الاجونست وشغل الانتاجونست فتقعد بالظبط وبسرعه جدا. لا يمكن الحركات تبقى بهذه السرعه بدون السيربيلوم. لو شلت السيربيلوم واشتغل الكورتك بس هتلاقي قال لك حط صباع على المناخير يروح جاي كده، لانه زي اللي داس بنزين ونسي يدوس الفرامل دخل بسرعه جدا. طب عشان اعملها بقى بالظبط من غير فرامل هعمل كده، ما انا خايف اوفر شوت كده حركاتها تبقى بطيئه جدا. فمن روعه الخلق والخالق عشان الحركه تبقى سريعه وتهت الانتند بوينت النو تايم، النو تايم بلا خوف اهو، شوف بسرعه جدا في كل مره صباعي يجي بالظبط على مناخيري ثانكس تو سيربيلوم، لانه بيحدد للسيربرا كورتكس يقول له دي النقطه اللي لازم توقف الاجونست وتشغل انتاجونست، لو سبتها كده هتروح كده، لا هاتها كده وقف الاجونست وهات الانتاجونست، ففي كل مره تيجي بالظبط على المناخير بالظبط على المناخير بالظبط على المناخير. ده السيربيلوم اللي بيعمل الكلام ده مع البريكنج شيء رائع. تعالى بقى اقراها تاني هتفهم. واتصور بهذا المثال اللي بقوله بقالي سنه وقت كل الطلبه فهموا ليه المصل من الاول بتحرك الصباع بسرعه لو تثابت عليها تتخطى المناخير الانتند بوينت، والسيربيلم هو اللي يتدخل يحدد امتى نشيل رجلنا من الاجونست ونشغل انتاجونس سيرو كورتكس يعمل كوركشن بحيث تيجي بالظبط على النقطه دي. ذا اونلي واي ان نعمل حركات بسرعه فائقه وبدقه فائقه، ان ندخل على الاشاره بسرعه جدا ونحدد نشيل رجلنا من على الاجونس البنزين ونحطها على الانتاجونس في نقطه محدده حددها لنا السيربيلوم.
ففي كل حركة يا أولاد السيربيلم بيعمل ثلاث حاجات. is informed، لازم يعرف حاجتين. الكورتكس، الانتنشن اوف ذا كورتكس، الكورتكس عاوز ايه؟ السيربال كورتكس عاوز يودي الصباع المناخير. عرفها ازاي؟ عن طريق الامبلس اللي جاله كورتيكو بونتو فاستيجيال. طيب ويعرف الماسل بتنفذ ايه؟ عن طريق ايه؟ سباينو سيربيلر تراكت. يبقى عارف الكورتكس عاوز ايه؟ نحط صباع المناخير. والماسل بتنفذ ايه؟ الماسل اعتادت عشان الحركه تبقى سريعه انها تدي طاقه اكتر مما ينبغي. السيربيلم تاني خطوه يكمبير، عشان كده سموها سيرفو كومباراتور فانكشن، يكمبير البرفورمانس بتاع الماسل بالانتنشن بتاع السيربال كورتكس. قلنا هيلاقي ايه بقى اللي ما كتبهاش الاوثر؟ هيلاقي في كل مره ان الماسلز عاوزه اوفر شوت، فهو يبعت كوركتيف امبلسز، يقول بس السيربال كورتكس الحق. يبعت للكورتكس ازاي؟ لما يبعت للكورتكس خلاص، يبقى في هذه الحاله لازم الفاستيجيال يعدي على الثالامس قبل ما يروح للكورتكس. خد بالك عشان تروح للكورتكس لازم من خلال الثالامس، يقول له صلح. صلح ازاي بقى؟ ده البريكنج افكت اللي هو الفرامل، خلاص بريكنج افكت. يقول له وقف الاجونست، شيل رجلك من على البنزين اللي هو الاجونست، وشغل فرامل انتاجونست عشان تقف بالظبط، تستوب الموفمنت ات ذا بريسايز انتندد بوينت وبسرعه. ويأسس ايه؟ حسب امتى نشيل رجلنا من على البنزين ونروح للفرامل؟ حسب الريت. لو العربيه داخله على خط الاشاره بسرعه عاليه جدا، لازم اشيل رجلي بدري من على البنزين واحطها على الفرامل بدري. واللينث اوف تايم اللي هو التايم اللي هنحتاجه عشان العربيه تقف، اللي هو بيعتمد على ايه بقى اللي ما كتبوش الزميل، افهمك انا. لو عربيه صغيره داخل على خط المشاة، ده ممكن يدوس الفرامل متأخر لأن العربية كتلة الحركة بتاعتها، طاقة الحركة قليلة لأن الكتلة صغيرة. إنما لو تراك كبير داخل ما يقدرش يتأخر لأن في طاقة حركة رهيبة جدا، فلازم يبتدي الفرامل بدري شوية، يعني length of time يبقى calculated صح. فين دي اللي ما كتبوش الزميل؟ هفهمها لك. تفرق إن أنا أحرك صباع ناحية مناخير عربية صغيرة ولا دراع ناحية المناخير؟ صباع محتاج ان انا اوقف الاجونست واشغل انتاجونست متأخر خالص، انما دراع كتلة الحركة فيه رهيبة زي العربية التراك، لازم اوقف الاجونست واشغل انتاجونست بدري شوية. مين بقى بيحسب حسب السرعة؟ انت داخل بأني سرعة؟ داخل بسرعة معقولة ولا داخل بسرعة جدا؟ لو بسرعة جدا لازم تبتدي بدري، يبقى حسب الريت واللينث اوف تايم. الفرامل هتاخد وقت قد ايه عشان تتوقف؟ لو هتوقف صباع عاوزه تايم قليل، هتوقف دراع عاوزه تايم اكتر. ده الفهم يا اولاد. فقلت سبحان الله وراء الخلق خالق. فهمت اللغز اللي مش فاهمه كثير من الزملاء، ليه الماسل كل مره السيربال كورتكس تقول لها ودي الصباع ناحيه نقطه معينه عاوزه اوفر شوت، زي العربيه اللي داخله على خط المشاه داخله بسرعه اكتر من خط المشاه، لان دي الطريقه الوحيده اللي تعملها بسرعه. وفي نقطه معينه يحددها السيربيلم، يقول للسيربال كورتكس ابعت كوركتيف سيجنالز، وقف الاجونست وشغل انتاجونست، ديبيندينج على ايه؟ على السرعه اللي انت داخل بيها، وعلى الكتله اللينث اوف تايم اللي هياخده عشان نوقف. تفرق حركة صباع من حركة ايد، تفرق عربية صغيرة من تراك كبير، لازم يفرمل بدري كده. فهمت انت القصة؟ شيء رائع. سيرفو كومباراتور فانكشن، في كل حركة بنعملها في حياتنا ده ازاي السيربيلم بيتصرف. تعال نشوف بقى. يبقى السيربيلم يا ولاد ثلاث حاجات. حضرتك هتحط صباعك على مناخيرك، لازم يبقى نمرة واحد ايه؟ انفورمنت عن نية الكورتكس، الانتنشن اوف سيربا كورتكس، سيربا كورتكس انتنشن، ان السيربا كورتكس عاوز يودي الصباع للمناخير. عن طريق ايه؟ الكورتكس بيبعت المعلومه عن طريق كورتيكو بونتو فاستيجيال، فاستيجيال ده اللي هو السيربيلم.
ولازم يبقى انفورمد الماسل بتنفذ ايه الماسل بيرفورمانس عن طريق سباينو سيربل تراكت. قلت تملي يتعلمها الروح من غير ما يكتبها الاوثر المؤلف. كل مره هيلاقي الماسل زي العربيه اللي داخله على خط المشاه داخله بسرعه اكتر فيكمبير نمره 2 يلاقي الماسل اسرع. فلازم يبعت كوركتيف سيجنالز للسيبا كورتكس. لما يبعت للكورتكس يا اولاد لازم يبقى هنا يعدي على الثالامس يعني الفاستيجيال. الفاستيجيال هيبعت للكورتكس عن طريق الثالامس. قلنا البيه الكورتكس لازم يعدي على الثالامس يبقى فاستيجيال ثالامو كورتيكال تراكت. وقلنا اني حته في الثالامس اللي هي موتور حفظناها 100 مره يا اولاد هنقولها تاني مع الثالامس فنترولاتر انتر انتيرو. الكوركتيف امبلس دي طبيعتها ايه؟ قلت هيشيل رجله من على البنزين الاجونست واكسايت الفرامل الانتاجونست. طب امتى ينقل من دي لدي يوقف الاجونست ويشغل انتاجونست؟ ديبندنج على حاجتين، السرعه اللي داخل بيها على خط المشاه الاسيس الريت، وهيحتاج وقت قد ايه عشان يفرمل الكالكوليت اللينث اوف تايم اللي محتاجين الفرمل اللي هو يعتمد على ايه اللي ما كتبوش الزميل الفاضل لا هنا ولا هناك اللي هو يعتمد على الكتله. هل انت هتوقف رجل ولا هتوقف دراع ولا هتوقف صباع؟ العربيه صغيره تتاخر يا سيدي في الفرامل لان الكتله بتاعتها صغيره تاخد حركه قليله، انما تراك كبير لازم يشيل رجله من على البنزين ويدوس على الفرامل بدري. يبقى النقله من الاجونست للانتاجونست ديبندز على الريت السرعه وعلى التايم اللي هنحتاجه للفرامل. اتمنى تكونوا فهمتوها يا اولاد. ده سيرفو كومباريتور. نيجي بقى ده نمرة واحد اتنين كانوا بالنسبة للحركة الحادثة. تعال بقى للحركة القادمة اللي هو النيو سيربيلوم. Planning and timing functions. Planning and timing functions. اللاترال زون اللي هو مين اللاترال زون ده اغلى من امتلك اللي هو النيو سيربيلوم اللي هو السيريبرو سيربيلوم متصل بالكورتكس ادى الواحد. Plans فور دي بمليون جنيه الحته الجايه مش للحركه الحادثه زي هنا. فور ذا نيكست موفمنتس وايل ذا بريزنت موفمنتس از اوكيرينج يعني بيعد للحركه القادمه بينما الحركه دلوقتي في حركه حاصله بيوضب للي جاي وبروفايدز ابروبريت تايم فور ايتش موفمنتس التايم بتاع كل موفمنتس. برضه لو قعدت ساعه يا اولاد اشرحها بدون الامثله بتاعت العبد الله مش هتفهم حاجه. عشان كده قلت اللي مش هيفهم معايا القصه دي عمره ما فاهمها. قعدت افكر في دي اشرحها ازاي للطلبه لقيت اسلوب سهل جدا. دلوقتي احنا هنلعب على بيانو حلو. مطلوب حاجتين عشان اطلع النغمه معينه. مطلوب ترتيب الاصابع اللي هضرب عليها دي واحده. يعني لازم ابلان ان انا للي جاي بعد ما ادوس على الصباع ده هروح لانهي صباع للنكست وانا بضرب على الصباع ده ببلان فور ذا نكست وايل ذا بريزنت موفمنتس از اوكيرينج وبروفايدز ايه بقى ابروبريت تايم. النغمه تبوظ في حالتين يا اولاد. تبوظ لو انا لخبطت ترتيب الصوابع دي حاجه ودي مفهومه. اللي صعبه الابروبريت تايم. طب ده دي بقى اللي انا معنديان وبقى صادر امثلها. انا عاوز اعمل نغمه معينه اهو هعملها قصادك على المكتب. تصور انا دلوقتي دقيت 7 دقات اللي خلى تطلع نفس النغمه التايمينج ان واحده بطيئه وواحده سريعه، لكن لو انا دقيت نفس ال7 دقات بدون مراعاه التايمينج نغمة تانية خالص. يبقى النيو سيربيلوم الجديد بيرتب حاجتين. انت هتروح لا انا ما عنديش بيانو كان ممكن اعمل الاثنين اللي هو التايمينج مش بس اظبط الصوابع واظبط التايم ما بين صباعه التاني اللي هو قدرت امثلها لك هنا. صح؟ عارف مين اللي عمل لك الحركة دي وخلاك تسمع نفس التون؟ ثانك جاد فور نيو سيربيلوم. لانه انا بعمل واحده بيرتب التايم للحركه اللي بعديها تيجي بعديها بقد ايه. وعلى البيانو الاثنين بقى ترتيب الصوابع والزمن ما بين كل صباع والتاني ساعات يبقى بطيء وساعات يبقى سريع. اللي بايظ عنده نيو سيربيلوم مش هيضرب على البيانو.
النيو سيربيلوم لا يرتب للحركة الحادثة كما شفناها في السباينو سيربيلوم في السيرفو كومباراتور. بيبلان للنكست موفمنتس while the present movement is going on. بيرتب حاجتين، الترتيب والتايمينج. مش بس ترتيب، وريت لك الأصعب اللي هي التايمينج، إن 7 دقائق بدون مراعاة تايمينج تطلع حاجة تانية خالص. إنما الـ عشان يطلع نفس الضربة لازم وقت طويل شوية ووقت قصير شوية. أظن فهمتها. سبحان الله في خلقه. Planning and timing function. The lateral zone اللي هو السريبرو سريبلم اللي هو الجديد النيو plans for the next while the present movement is occurring. It provides the appropriate timing for each movement. نيجي other functions. Other functions نيجي سهل قوي. يبقى خدنا 3 functions. السيرفو كومباراتور والبريكنج مرتبطين ببعض. السيرفو كومباراتور والبريكنج شفناها. المقارنة ثم الفرامل نتنقل من الأجنس الأنتاجنس ثم خدنا البلانينج أند تايمينج فانكشن. البلان الصوابع والتايم ما بين كل صباع والتاني. أذر فانكشنز اللي هي الإكوليبريم بتاعت الفوليكل نودر اللي هي الأركل هنشوف سهل قوي. أنا بدل ما تقراها هقولها لك بطريقة همثلها قصادك قد يونيفر فوجيتد. أنا هقع كده هطلع بره الإكوليبريم. مين تنبه ال نون اوديتوري لابيرنس الفيستيبيول اللي هي بتاعت الاكوليبريا فبعتت امبلس الحقني يا سيربيلوم هنقع اني سيربيلوم اللي الحقها بتاع الاكوليبريا اللي هو مين القديم الاركي اللي هو مين الفيستيبلو سيربيلوم ما هو جاي له امبلس من الفيستيبلو ابريتس الحقني فالحقها ازاي ده اونلي واي ان هو عشان ما اقعش انه يزود التون في الناحيه دي ويقلل التون هنا عشان يتعدل تاني فبيبعت للفيستيبولار نيوكلاس والريتيكا فورميشن عن طريق فيستيبولو سباينال والريتيكولو سباينال تراكس يغير التون فيزبطني ده الفانكشن في الإكوليبريم يبقى سهلة جدا أنا خرجت برا الإكوليبريم من تنبه الفيستيبولار أبريتس طب هو متصل بمين بالفيستيبولو سيربيلوم اللي هو الأركي سيربيلوم اللي هو الفوليكل نودر بتاع الإكوليبريم الحقني يا فوليكل نودر الحقني يا أركي هلحقه ازاي بانه يغير التون بتاع الجيردل والاكسس فيبعت الفيستيبولار نيوكلاس والريد والريتيكا فورميشن يغير التون تعال نقراها هتلاقيها مهمه جدا اهو يا اولاد الفيستيبولار ابريتاس تنبه ان احنا هنقع فبعت للفوليكولار لوب اللي هي الارك سيربيل بعت عن طريق الريتيكولو والفيستيبولو سباينال تراكس تو تشينج ذا ماسل تون الاكسل والجيرد المسل تون تو مينتين ايكوليبريم فيري ايزي هقع كده الفيستيبولار ابريتس حاسس ان انا هقع الحقني يا سيربيلوم يا بتاعنا اللي متصل يا فيستيبلو يا اركي يا فوليكل نودر لو كل دي الاسامي نفس الشيء اسمه فيستيبولار ابريتس اسمه اركي سيربيلوم اسف فيستيبولار سيربيلوم اسمه اركي سيربيلوم فوليكل نودر لو هيلحقوا ازاي غير التون عن طريق الريتيكولو والفيستيبولو سباينال تراكس تشينج ذا تون الاكسيال والجيردل ماسل تون تو مينتين الاكوليبريم اخر وظيفه سهله جدا في الماسل تون كنا خدنا النيو سيربيلوم فاسيليتاتور تو ماسل تون والباليو انهيبيتور تو ماسل تون دي سؤال مهم جدا يا اولاد فانكشنز اوف سيربيلوم هتبتدي تقول ان هو سايلنت اريا السيربيلوم مسؤول عن السريع الحركات السريعه رابيد موتور اكتيفيتي البيزال جانجلا البطيئه هتقول الفانكشن في الفولانتري موفمنتس 3 والاذر فانكشنز 2 الفولانتري موفمنتس اصعب واحده اللي هي السيرفو كومباراتور فانكشن ان في دائره كلوز سيركت ما بين الموتور ارياز اوف سيربرا كورتكس والانترميديت زون اوف سيربيلوم خلاص عن طريق الكورتكس يبعت للسيربيلوم بونتو فاستيجيال طب الفاستيجيال عاوز يبعت تاني للسيربيلوم للسيربيرا كورتكس يبقى عن طريق ثلامو كورتيك يبقى كورتيكو بونتو فاستيجيال على طول انما الفاستيجيال هيبعت للكورتكس تاني عن طريق الثلامس وقلنا السيربيلوم 3 حاجات انفورمد يعرف الانتنشن بتاع الكورتكس والبرفورمانس بتاع المصر نمره 1 انفورمد نمره 2 يكمبير قلنا تملي هيلاقي ايه اللي ما كتبوش الاوثر
هيلاقي الماسل بتبرفورم اكتر من اللي عاوزاه، الماسل عاوزه اوفر شوت، فيبعت كوركتيف سيجنال للسيربا كورتكس عن طريق فاستيجيال ثلامو كورتيكال. هيقول له ايه بقى البريكنج فانكشن عشان نوقف الصباع في البريسايزد، في البريسايز يعني المحدد، انتند بوينت الدقيق المحدد، بريسايز عن دقيق المحدد، يقول له انهبيت الاجونست واكسايت الانتاجونست ديبيندينج على امتى اللحظه، اللحظه حسب السرعه اللي داخل بيها العربيه على الخط الريت، وحسب الزمن اللي هياخده عشان تفرمل اللينث اوف تايم، يبقى تو اكسس تو اسس اسس الريت، يعني يحسب الريت وكالكوليت اللينث اوف تايم. وشرحت لك في مثل عربيه رائعه، عربيه صغيره لازم تفرمل بتاخر، لو عربيه كبيره هتحتاج تايم كتير عشان تقف عشان طاقه الحركه، يبقى فرمل قبلها. طيب الريت عربيه صغيره داخله بسرعه يفرمل بدري شويه، داخله ببطء يفرمل متاخر، يبقى في حاجتين بيتحكمها الريت واللينث اوف تايم. مين اللي بيحسبها ويقول له السيربيلا امتى يوقف الاجونست، يشيل رجله من على البنزين ويحط رجله على الفرامل اكسايت انتاجونست. طب نيجي للنيو سيربيلا بقى، ده مش بتاع الحركه الحادثه، ده النكست موفمنتس، بيوضب حاجتين، بلان الصوابع اللي هنضرب عليها في البيانو، والتايم ما بين كل صباع والتاني، تايمينج فانكشن. تبوظ اي واحده فيها البلان بتاع النكست موفمنت او التايمينج ما بين كل موفمنت تانية، النغمه اختلفت تماما. ده اللاترال زون بلانز فور ذا نكست، فور ذا نكست اهي وايل ذا بريزنت موفمنت از اوكيرينج. واهم حاجه اللي مش مفهومه، بيبروفايد الابروبريت تايم، امتى من دي نروح لدي، واللي وريتها لك في الدقه اللي عملتها السبع دقات. نيجي بقى other functions يا ولاد، كانت سهلة جدا، اللي هي قلنا طب الارك ما جبناه سيرته، احنا جبنا سيرة السباينو والنيو، ما جبناه سيرة الارك، ده الاكوليبريم. قلت هتقع، مين اللي بتنبه انك هتقع؟ الفيستيبولار ابريتس اللي هو النان اوديتوري لابرنس على الاكوليبريم، الحقني يا اركي اللي هو الفيكولار لوب. الحقه ازاي؟ غير التون، زود التون في الناحية التانية وقلل التون في الناحية اللي لقى عندها، عن طريق الفيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال تراكتس، غير المصل تون تو منتين الاكوليبريم. وبعدين علاقته بالتون النيو سيربيلم فاسيليتاتوري والبالي سيربيلم انهبيتوري. نيجي الصفحه الاخيره يا اولاد، كلينيكال ابنورماليتيز اوف سيربيلم، كلينيكال ابنورماليتيز اوف سيربيلم، دي عاوزين نقولها يا اولاد، الامراض بتاعه السيربيلم. تمام. طيب الاول عاوزين نتفق شويه مع بعض، كلينيكال ابنورماليتيز، خدوا بالكم الاول احنا الابنورماليتي في النيو سيربيلم، الزملاء الاصغر سنا يسمعوني كويس، مفيش في الهيومن بينجز ليجن في البيليو سيربيلم خالص، ولا حاله في العالم فيها مرض في البيليو سيربيلم. معظم الامراض في النيو ثم النيو ثم النيو، عدد قليل جدا في الاركي اللي هو الاكوليبريم، لو بوظت الاركي هيبوظ الاكوليبريم، هتلاقي الراجل عشان يظبط الاكوليبريم يمشي مع الاعتذار في التعبير مفرشح رجليه كده عشان يوسع البيز، زي الراجل اللي مش عارف يركب موتوسيكل فيعمل ايه عشان يروح جايب سايد كار، حاطط عربيه فيبقى صعب يقع. فلو باظ الاركي هتمشي فاتح رجليك سوينجينج فروم سايد تو سايد وبرضه ممكن تقع، ده الارك، سيبنا منه، احنا دلوقتي خلينا في الاهم النيو سيربيلم. وللزملاء الاصغر سنا لا يوجد ليجن في البيليو سيربيلم. طب زميل قال لي طب ازاي عرفته ان هو بيعمل انهبيشن ماسل تون؟ ده اكسبيرمنتال في الانيمال، بوظناه احنا بوظناه فشلنا الانهبيشن فلقينا التون زاد، انما ما فيش في الهيومن بينجز ولا مريض في العالم عنده ليجن في البيليو. لما نقول abnormalities in cerebellum فنحن نعني النيو سيربيلم الليجن. لو في الديب نيوكلياي سؤال ام اس كيو بيرمننت افكت، خلاص المرض ملازم المريض طول الحياه. لو في الكورتكس تمبرال افكت، بيتعلم يحطها في حته تاني ويصلح نفسه، يعني الليجن بيرمننت في الديب نيوكلياي، تمبرال مؤقت ويتصلح لوحده لو الليجن في كورتكس، دي معلومه في الام اس كيو. يبقى ديب نيوكلياي هي الخطيره، حاجه ديب افتكر، خلاص العمق، العمق الديب هو اللي خطير. طب الافكتس، قلنا السيربيلم الشمال متصل بالناحيه بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك الشمال، يبقى اما تبوظ السيربيلم الشمال انهي مصل تتاثر؟ الشمال.
ذا سيم سايد الايفكت دي بمليون جنيه في الام اس كيو. يبقى في المخ الاوبوزيت سايد، في المخيخ السيريبيلم السيم سايد بسبب الدبل كروسنج. طيب الظواهر هتاخد شكلين، اتاكسيا وهايبوتونيا، لان احنا النيو سيريبيلم فاسيليتاتوري تو ماسل تون، يبقى لما اشيله يحصل هايبوتونيا. لكن يجي الاهم بقى اللي هو الاتاكسيا، وكل حاجه اون ذا سيم سايد. ما هي الاتاكسيا؟ كنت علمتها لكم يا اولاد. In coordination of voluntary movements، عدم توافق الحركات. In coordination of voluntary movements، فانت تفتكر ايه لما اقول لك الحركات غير متوافقه؟ تقول يبقى في عيب في الجهاز الحركي اللي هو الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون. فانا بستدركك بقول لك خد بالك الحركات غير متوافقه بس الجهاز الحركي سليم، هو ده الاتاكس. In absence of motor lesion، in absence of upper or lower motor nerve lesion. ادي تعريف الاتاكسيا حفظتها لاجيال. ان بيفتكروها بصوتي. ما هو الاتاكسيا؟ ان coordination of motor movements of voluntary movements، اسف، in coordination of voluntary movements in absence of motor lesion، لا في upper ولا في lower، في عيب بس مش في الابر لور، ومع ذلك الحركات مش مظبوطه. قلنا انواع الاتاكسيا، فاكر سنسوري اتاكسيا، فيستيبولار اتاكسيا، ارجع لمحاضرات السنسوري، سيريبيلر اتاكسيا اللي بناخدها دلوقتي، وفي ميكس الاتاكسيا، اربع انواع. لو السنسيشن بايظه في رجليا هبقى ماشي ملخبط لاني مش حاسس الارض، بس مفيش عيب في الجهاز الحركي سنسوري. لو الفيستيبول بايظ اللي هو بتاع الاكوليبريم هبقى دايخ ماشي ملخبط بس الجهاز الحركي سليم، يبقى فيستيبولار اتاكس. وبعدين في سيريبيلر بناخدها دلوقتي، وفي ميكس الاتاكس اكتر من كذا واحده مع بعض. ايه المانيفيستيشنز بتاع الاتاكس؟ هعملها لكم يا اولاد زي ما عملنا في المحاضره بتاعه البيزر جانج. هقول للعيان اشهر تجربه، حط صبعك على مناخيرك، يجيب ايده كده واقول له حط صبعك على مناخيرك. لو مفيش سيريبيلم هيعمل ايه؟ احنا قلنا الماسلز عاوزه اوفر شوت، حط صبعك على مناخيرك يروح جايبها كده، يبقى يسموها ديسمتريا، سوء تقدير الابعاد. ساعات بقى يعني يكتشف انه هيروح بعد فيصلحها. مين اللي يصلحها؟ السيريبرال كورتكس، بس بدل ما يصلحها قبل ان يصلحها بعد ان، فاجي كده اروح جايبها الناحيه التانيه، ارد انا عديتها اجيبها تاني الناحيه التانيه، مش جاي اقعد اهز ده كده وفي الاخر تروح جايه في اي حته. يبقى في هذه التجربة شفنا حاجتين: intention tremors، kinetic tremors، ان كل مرة اقول له حط صبعك على مناخيرك يغلط، بس السيربيلان كان بيصلح قبل ان يحدث الخطأ. ممكن السيربيلان كورتكس ياخد الوظيفة دي بس بفرق مليون جنيه، يصلح بعد ان مش قبل ان. يبقى الخطأ حصل يقول صلح، لا رجع ايد تاني، يرجع عدينا رجعها تالت رابع، فتقعد ايد رايحة جاية وفي الاخر تروح جاية في اي حتة. يبقى في التجربة دي شفنا حاجتين: ديسمتريا يعني سوء تقدير الأبعاد، وشفنا كاينيتك تريموس عكس الباركنسونيزم، يعني العيان بتاع السيربيلم وقاعد إيده زي الفل مفيش أي تريموس، دوكا كان عنده ستاتيك تريمور يحرك إيده تضيع، إنما ده هو قاعد كويس. طب حط إيدك على مناخيرك يحصل تريمورز وفي الآخر ديسمتريا. بقولها حتى بطريقة لطيفة فيها مزاح عشان تفتكر. بتخيل اتنين عيانين، وهو سؤال شافه مهم جدا، عيان عنده باركنسونيزم ستاتيك تريمور، وعيان وقاعد جنبه بيشحته، هما الاثنين عنده نيو سيريبيلر ليشن، بتاع الباركنسونيزم قاعد عمال ايده تتهز، ساعه ما جيت تديله الحسنه ايده ثبتت، فانت تهلك انه بيضحك عليك. بالعكس بتاع السيريبيلر قاعد زي الفل، جيت تديله الحسنه عمال يعمل لك ايده كده، ما انتش عارف تحطها فين، برضه بيتهلك انه بيضحك عليك، ما كانت ايده كويسه اهو، ساعه ما بيتحرك عمال ايده، يبقى ده كاينيتك تريمورز، ده في اثناء السكون وتضيع مع الحركه. ده مفيش تريمورز في السكون وتحصل مع الحركه، كاينيتك تريمورز. دول اشهر نوعين تريمورز في الطب، ستاتيك في الثبات وتضيع بالحركه باركنسونيزم ومعاها ريجيتي، انما كاينيتك تريمورز بتبقى وهو قاعد ثابت مفيش حاجه مع الحركه بس ومعاها هايبوتوني في السيربيلم. ده اجابه السؤال، ايه الفرق بين اشهر نوعين في التريمورز؟ ستاتيك تريمور باركنسونيزم، كاينيتك تريمور سيربيلم. ستاتيك تريمورز من اسمها في اثناء الريست وتضيع بالحركه،
ومعها ريتي. التانية كينيتيك تريمورز مع الحركة ومعها هايبوتونيا. العين سايب بقول حتى كان يعني كان في عيان اسمه سوسو عنده سيريبيلم، فبقول سوسو سيريبيلم سايب هايبوتونيا عشان ما تنساش سوسو سيريبيلم سايب، حفظت له في المحاضرات. طيب يبقى في تجربة الفينجر تونوس تيست شفنا حاجتين، شفنا الديسميتريا وشفنا الكينيتيك تريمورز اللي انا ما ست. طيب في حاجة تاني اسمها ديس داديكوكينيزيا، الاول اوريها لك. ديس يعني صعوبة زي ديسنيا، داديكو يعني متعاكس، كينيزيا يعني حركات، صعوبة الحركات المتعاكسة. ديس كينيزيا يعني حركة ودادو يعني متعاكسة. طب اشهر حاجة فيها ايه بقى؟ اهي لو اي شخص قلت له عاوزك تعمل سكسيسيف سوبينيشن وبرونيشن، انت ممكن تكتشف روحك بالطريقة دي، طريقة سهلة جدا اهو، سهلة جدا اعملها سكسيسيف سوبينيشن وبرونيشن، دي كده ودي كده، يبقى اقدر اعمل اي حركة متعاكسة. عيان السيربيلا بقول له دي عاوزة كوردينيشن، اعمل كده ما اعرفش. صعوبة الحركات المتعاكسة ديس دياديكو كينيزيا. طيب برضو ايه حاجة تاني عاوزة؟ توافق الكلام، فعنده صعوبة النطق ديس ارثريا. ارثريا يعني نطق، تقول عن اتكلم بتاع السيربيلا، موضوع عاوز كوردينيشن، فتلاقي عنده سليرد يعني الكلام متقطع. حتى في احلى تعبير يقول لك في نوع من الميوزك اسمه استكاتو، استكاتو يعني متقطع الميوزك، استكاتو سبيتش. عارف يعني اتكلم ازاي؟ ما هو لما انا اتكلم بطلاقه كده الكلام ورا بعض، لان في كوردينيشن، فهو مش مفيش كوردينيشن، فيقسم الكلمه لمقاطع قصيره شورت ويفجرها في مخك اكسبلوسيف، ويحرك وشه كتير وهو بيتكلم. التجك التعب الكوانتك يسموها التكاتو سبيتش بتاع السيربيلم، التكاتو سبيتش ديس ارثيا. يبقى خدنا ثلاثه ديس، هحفظهاك بطريقه جميله. ديسميتيا سوء تقدير الابعاد، يا اما هايبرميتيا يا اما هو راجع يجيبها الناحيه الثانيه هايبوميتيا. ديسميتيا ديس داديكوكينيزيا ما يقدرش يعمل حركات متعاكسه، ديس ارثيا، ثلاثه ديس خلاص. وبعدين ناخد decomposition of movements، لما يبقى فيه movements involving many joints ما يقدرش يكوردينيت يعملها يحاولها لحركات قصيرة، اسمها ايه بقى؟ بيعملوها بتجربة اسمها heel to knee test. مش عارف هعملها ازاي الحقيقة، انا اسف هقلع الحذاء بقى عشان خاطر عيب احطه في الشكو، وهوريكم التجربة. احط رجلي على المكتب كده وارفع رجلي دي، اسمها هيل توني، ديني انزلها كده عني وامشيها على ساق رجلي بالشكل ده، اسمها هيل اهي توني تيست. انا شخص طبيعي يقدر يحط بسهوله شديده كذا جوينت، هيب وني كله شغال، اقدر اعمل كوردينيشن اجيبها كده وامشيها، انما هو ما يقدرش، تلاقي رجله عماله تلعب بقى كده وكده 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 مش عارف يعملها، اسمها هيل توني تيست دي كومبوزيشن مومنتس. انا اسف ان يعني حطيت في وشكوا بس عشان تفهموا. بعدين درانكال جيت وديستربنس اوف بوشر، يمشي كانه سكران، سوينجز تو وان سايد ذن كوركت هيم سيلف زي السكران. درانكال جيت فاكر بتاع الباركنسونيزم، كان بيمشي شورت ستيب تشافلي وما بيحركش ايديه، ده ماشي the patient sways one side then corrects himself sways one side then corrects himself كأنه سكران درانكال جيت. عندي قصة هنا عن درانكال جيت. الأديان أول ما تبتدي تبقى فيها تشدد جامد، فأول ما الإمبراطورية الرومانية تحولت إلى المسيحية في 18 فيرس 18 آية في المسيحية تمنع تماما شرب الخمور، فخدوا قرار مبالغ فيه انه لا يشرب خمر يعدموه، مع ان مفيش ولا آية في اي دين تقول اللي بيشرب خمر يتعدم. المهم هم خدوا هذا القرار، تشدد بقى.
على كده على الوش في اول كام سنه اعدموا لهم حوالي 100 واحد. بعد كده اكتشفوا ان عدد منهم عمره ما شرب خمر، انما كانوا غلابه عندهم سيريبيلر سندروم، فعندهم برانكال جيت، وهو عمرهم ما شربوا خمر. درانكال جيت ده يفكرك السيريبيلر، ناس ماتت بسبب التشتت. طيب درانكال جيت وديستربنس بوش. نمره 6 كاينيتك تريمولز، دي بنشوفها واحنا بنعمل فينجر تونوس. يعني وانت بتعمل الفينجر تونوس لسه بتلاحظ حاجتين، لانه مفيش فرامل فبي اوفر شوت، لا لا السيريبرا بعد ان صلح ارجع تاني، فيقعد رايح كاينيتك تريمولز في الاخر ديسميتيا كاينيتك تريمول وديسميتيا، مفيش البريكنج فانكشن. نفس الكلام في الاي بول تريمولز اللي هو نستجمس، مفروض نفس القصة. انا لما واحد يكلمني نحادي اروح باصص له كده وموقف عيني على طول، صح؟ دلوقتي ما عنديش الفرامل حتى في العينين، ما اقدرش اوقف اشغل انتاجونست واوقف الاجونست، فاي واحد ابص له اروح متخطيه كده وراجع تاني وراجع تاني، يبقى اي بول تريمور او نستجمس. يبقى كاينيتك تريمور في الايد واي بول تريمور. وصلنا كام يا اولاد؟ 7. نيجي بقى الريباوند. ريباوند دي لطيفه قوي، انك انت همثل، انت كده هتجيب ايد العيان قصادي اخليه يحط كده واقول له شد عليا انا وانا العيان، وانت وانت حاطط ايدك كده، لما تسيب ايدك فجاه العيان يروح ضارب نفسه. ليه؟ لانه ما بيقدرش يوقف الحركه ان ذا بريسايز تايم. يعني انت تحط ايدك وتقول له شد شد عليا وتروح سايب فجاه يروح ضارب روحه. عشان كده بنقول دي لازم عندك ميرسي وانت بتعمل الحركه دي. انا وانا كنت بعملها في المحاضره كنت اجيب طالب ثالث يحمي وش المريض عشان لما هسيب ايده ما يضربش وش، يعني طالب واقف وراه بس يحمي وش ويحاول يوقف ايده قبل ما تضربه، واقول له لحذار عارف لو العيان خبط وشه هبهدلك انت، لان العيان ما عندوش بريكنج فانكشن، فيشد شد اول ما تسيبه يروح ضارب نفسه. احنا لو شديت وسبت فجاه تقدر توقف، دي اسمها ريباوند. The patient cannot stop the act in the proper time. Cannot stop the movement in the proper time. اسمها rebound. ادي اوصاف الاتاكسيا. يبقى نحفظها ازاي بقى؟ انا مرتبها لك ترتيبه حلوه قوي. اول ثلاثه مع بعض. ثلاث صعوبات. ديسمتريا. صعوبه تقدير المسافات. ديس دادكو كاينيزيا. صعوبه الحركات المتعاكسه. سوبينيشن وبرونيشن. ديس ارثيا. صعوبه النطق اللي هو ستاكاتو سبيتش اللي هو سليرد سبيتش اللي هو شورت اكسبلوسيف ويز اكسسيف موفمنتس اوف فيشر ماسل. وبعدين اثنين تريمور 6 و7 كاينيتك تريمورز في الايد واي بول تريمور نستجمس في العين، يبقى وصلنا 5. وبعدين دي كومبوزيشن اوف موفمنتس اللي وريتها لك بالهيل تو ني تيست كان نوت دو كوردينيتد موفمنتس انفولفينج ماني جوينتس كوردينيتد موفمنتس انفولفينج ماني جوينتس. والدرانكال جيت شفناه اللي بيمشي زي السكران، يبقى وصلنا كام كده يا اولاد؟ 7. و8 ريباوند، شد ايدك شد ايدك قصاد يسيبه فجاه يروح ضارب روحه. The patient cannot stop the act in the proper time. ده الاتاكس يا اولاد. تاني حاجه بقى عند هذا العيان ان عنده ان احنا مبوظين النيو سيريبيلم اللي هو فاسيليتاتوري، فنلاقي الماسل تون عنده هايبوتوني عكس الباركنسونيزم. عنده هايبوتونيا، واحنا اتعلمنا ان لما بيبقى في هايبوتونيا لما تعمل له الني جيرك مين اللي بيمسك الرجل بعد ما تعمل الجيرك؟ التون، يبقى تقعد الرجل رايحه جايه، سموها بندولار ني جيرك. بندولار ني جيرك ده المرض الوحيد في السيريبيلم، وهقوله تاني في عجاله. يبقى الليجن لو في الديب نوكلياي بيعمل بيرمننت افكت، لو في الكورتكس temporal effect. ايه اهم نقطه في الام اس كيو؟ ان الافكتس على السيم سايد. ليه؟ بسبب الدبل كروسنج، الشمال متصل باليمين واليمين بيحرك الشمال، اذا لو بصفت الشمال يبقى يبوظ العضلات الشمال. ظواهر المرض حاجتين، اتاكسيا ومسل تون. اهي اتاكسيا ومسل تون. اتاكسيا عباره عن ايه؟ ان يا اولاد ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنتس، يعني حركات غير متوافقه بس يستدركني، بس خد بالك
الجهاز الحركي سليم in absence of motor lesion، لا في upper ولا في lower motor lesion. هو ده تعريف الاتاكس، هتحفظوه صم. in coordination of voluntary movements in absence of motor lesions. طب ايه ظواهرها؟ 8 3 ديسمتريا، صوت اللي هي هايبومتريا، يا اما صباعه يجي قبل مناخيره يا هايبرمتريا بعد مناخيره. ديس داديكوكاينيزيا، صعوبه الحركات المتعاكسه، ان ابيليتي تو دو الترناتيف سوباينيشن اند برونيشن باي بوث هاندز. ديس ارثريا، صعوبه الكلام اللي هو استكاتو سبيتش او سليرد سبيتش اللي هو شورت اكسبلوسيف، يفجر كلام التجك ويز اكسسيف موفمنت سبيشال ماسل. وبعدين اثنين تريمورز، كاينيتيك تريمورز في الايد واي بول تريمورز بنفس الفكر، لان مفيش بريكنج، مفيش فرامل توقف في الحته اللي احنا عاوزينها. دي كومبوزيشن موفمنتس هتعملها بتجربه اسمها هيل ني تيست، الاولانيه كانت اسمها فينجر نوز اللي رسمها لك اهو، فينجر نوز دي اسمها هيل ني تيست وريتها لك. وبعدين ريباوند، لما يشد ايدك قصاد دراعه وتسيبه فجاه يروح خابط نفسه، ده ريباوند. ودرانكال جيت، بيمشي زي السكران with disturbed posture. تاني حاجة عنده المسل تون هايبوتونيا وبندولار نيجير. قلت لكم فيه سؤال هنا مهم، هسألك ايه الفرق بين الكاينتيك تريمور بتاعت النيوس سيربيلم والستاتيك تريمور بتاعت الباركنسونيزم. اول فرق ان دي الليجم في النيوس سيربيلم، انما التانية الليجم في السابستانشا نيجرا. تاني فرق من اسمها، استاتيك يبقى ديورينج ريست وتقف بالموفمنتس، انما كاينتك كاينتك في اثناء الحركه وتقف بالسكون بالريست. وتالت فرق ان هناك كان في ريجيديتي انما هنا في هايبوتونيا. يبقى تلات فروق، هناك سبستانشا نيجرا، هنا نيو سيربيلم. الاستاتيك ديورينج ريست، الكاينتك ديورينج موفمنتس، والعكس، دي تقف مع الموفمنتس ودي تقف مع الريست، ودي معاها هايبرتونيا ودي معاها هايبوتونيا. اسئله مهمه قوي النهارده يا اولاد كده. اخر حته بقى في دقيقتين نقولها في عجاله، كنترول اوف فولنتري موفمنت، ده سؤال شافوي. الكوماندز مين يحط الاوامر؟ قلنا الكورتيكال اسوشيشن اريا، لانها بتنتجريت الانفورميشن دي، بتتلقى الكورتيكال اسوشيشن اريا بتتلقى الاحساسات والموتور سيجنالز والفيجن والاوديتوري وتقدر الموقف وتطلب الحركه، كوماند. يبقى الكوماند اللي بيعمله الكورتيكال اسوشيشن اريا. طب مين يحط البروجرامات؟ لو حركات سريعه يبقى سيربيلم، بطيئه يبقى بيزر جانجليا. ولا تنسى ان من ضمن البروجرامرز المشهورين كانوا البري موتور والسبلمنتال موتور ايريا، حتى مش مكتوبه هنا بس المفروض تبقى عارفها. يبقى السيربيلم السريع، البيزر جانجليا البطيء، والبري موتور والسبلمنت، دول يحطوا البلان بروجرام. طب مين يكسكيوت ينفذها؟ البيراميدر الاكسترا بيراميدر. فده سؤال شافه. يبقى كنترول اوف فولنتري موفمنتس ثلاث خطوات، الكوماند اللي يحط الفكره اللي هو الكورتيكال اسوشيشن اريا، دي اللي هي بتعمل ايه وظيفتها؟ الكورتيكال اسوشيشن ارياز دي بتنتجريت الانفورميشن، السنسو الموتور الفيجوال اوديتوري، عشان كده بتشمل الفيجوال اريا والاوديتوري اريا والسنسو ارياز والموتور ارياز، اسمها كورتيكال اسوشيشن ارياز، انتجريت كل ده. طب مين يحط البلان؟ لو عاوز حركه سريعه السيريبيلم، خلاص ولا تنسى بتاع السيريبيلم سوسو سايب، بيبقى عنده هايبوتونيا، سوسو سيريبيلم سايب، والسيريبيلم حركات سريعه. مين يحط البروجرام بتاع الحركات البطيئه؟ بزالجانجيا، بطيء بزالجانجيا، السريع سيريبيلم. طيب وفي السيبا كورتكس في بروجرام خدناهم يا اولاد، البري موتور والسبلمنتال موتور ايه. طب ومين يكسكيوت ينفذ الحركه؟ بيراميدال تراك واكسترا بيراميدال تراك. يبقى ده كنترول اوف فولنتري موفمنتس، كوماندز كورتيكال اسوشيشن ارياز انتجريت الانفورميشن، بروجرامرز او بلانز السيريبيلم والبيزا جانجلا والبري موتور والسبلمنتال موتور اريا، مين اكسكيوتد؟ البيراميدال والاكسترا بيراميدال. كده خلصنا اخر محاضره هامه، لسه عندنا شويه محاضرات سي ان اس اقل اهميه بكتير. دي كانت اخر محاضره مهمه في السنسيو موتور اللي هو البيزا جانجلا والسيريبيلم، ودي اللي عاوزه فهم عميق يا اولاد، اتمنى تسمعوها اكثر من مره. وفي النهايه بشكركم على يعني انه ادتوني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ونلتقي باذن الله قريبا، واسعد الله مساءكم او صباحكم اينما كنتم، والقاكم باذن الله في القريب العاجل. Good luck يا اولاد.